استعادة عدد كبير من اللاعبين لمستواهم المعهود، ده اللي أنا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم في البداية. صفقة جديدة علي معلول بعد رجوعه من الأجازة، أحمد عبد القادر اللي الحقيقة بيقدم دور رائع في هذه المباراة، وقدر يسجل هدف أول بمهارة عالية جدا جدا. طيب، بما اني بتكلم على احمد عبد القادر، احمد عبد القادر واحد من اللاعبين اللي الناس بتحبهم جدا، احمد عبد القادر او جمهور النادي الاهلي بيحبهم جدا، لانه لعيب حريف وعنده مهاره وعنده وعنده وعنده. قبل بس ما اتكلم عن اي حاجه تخص هذا الامر، لانه من امبارح للنهارده كلام كتير جدا جدا، الموضوع ابسط من كده. احمد عبد القادر عندما احتفل بهذا الشكل اللي حضراتكم شفتوه امبارح، كان كل الغرض ايه؟ بالبلدي، انا هقول لكم بالبلدي، انا كان عندي مكالمه طويله جدا مع احمد النهارده. بالبلدي كده احمد كل اللي كان عايزه يقول ايه؟ يا جماعه اللي عايز ينتقد ينتقد، انا ما عنديش مشكله، انا في تلج في عروقي، فمش هيفرق معايا حاجه. مش هيفرق معايا غير انتقاد البناء اللي هيخليني اعلى مع جمهور، لا شيل الصوره، واعلى مع جمهور او هيعلي مع جمهور النادي الاهلي. ده اللي بالنسبه لي، ده كلام احمد، او ده اللي احمد عايز يقوله لبعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي انتقد احمد خلال الفتره اللي فاتت. فهو بيقول لهم يا جماعه انا ما فيش حاجه، ما عنديش مشكله خالص، انا راجل كل مشكلتي ان انا هحاول ان انا احسن مستوايا خلال الفتره اللي جايه باعصاب بارده. بس ادي الموضوع. طيب، مين اللي عمل الاحتفال ده؟ الاحتفال ده اتعمل قبل كده في اوروبا في الدوري، الدوري السله الان بي اي، دوري السله الامريكي للمحترفين، وده بيكون زي ما قلت لحضراتكم رساله معناها ان اللاعب لا يتاثر بالضغوط، وان في ثلج بيجري في العرق في عرقه، يعني رساله للرد على بعض انتقادات. وهو قال لي كده، قال لي بعض من لا يشجع النادي الاهلي، على رايك يا كابتن اسلام، بعض من لا يشجع النادي الاهلي كانوا بيحاولوا ينتقدوا على الفاضي وعلى المليان. جمهور الاهلي عندما ينتقد، ده كلام احمد، جمهور النادي الاهلي عندما ينتقد انا ما عنديش مشكله، على دماغي من فوق ما عنديش اي مشكله في هذا الامر، ولكن الموضوع ان في ناس افتكرت انه احمد بيعمل كده علشان غرض معين، مثلا حاجه تخص ادمان او حاجه تخص هذا الامر. ف دكتور عمرو عثمان، وهو مدير صندوق مكافحه المخدرات، الحقيقه عمل امبارح مداخله مع استاذ ابراهيم فايق واتكلم في هذا الامر. برضو اللي انا عايز بس اقوله لحضراتكم، دكتور عمرو بيحب النادي الاهلي جدا 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 فوق ما حضراتكم تتخيلوا يعني. فبالتالي اتكلمت ايضا مع دكتور عمرو الحقيقه، ولقيت ان دكتور عمرو بيقول ان هو عنده عدد كبير عفوا، بيقول ان عنده عدد كبير من اخواتنا اللي يعني اللي محتاجين مساعده علشان الادمان او يبعدوا عن الادمان، وبالتالي احمد عبد القادر بالنسبه لهم مثل مهم جدا جدا جدا، وهم بيحبوا احمد عبد القادر جدا. فهو ما كانش يعرف، دكتور عمرو ما كانش يعرف كيف احتفل او لماذا احتفل احمد عبد القادر بهذا الشكل. فلما اتعرف الموضوع بقى بسيط جدا، وما عندوش اي مشكله في هذا الامر دكتور عمرو، ولا احمد عبد القادر عنده مشكله في هذا الامر. ده اللي كان يهمني ان انا اوصله لجمهور النادي الاهلي. بس هي دي القصه ما بين احمد عبد القادر وما بين دكتور عمرو، لانهم في النهايه واحد بيخدم بلده من خلال وجوده في صندوق مكافحة المخدرات، والآخر كابتن أحمد عبد القادر بيخدم ناديه وبيخدم بلده من خلال وجوده في النادي الأهلي. فالحقيقة الموضوع بسيط جدا جدا، يعني أحمد عبد القادر حتى بيفكر أنه هو خلال الفترة اللي جاية يثبت هذا الاحتفال، هو بيفكر في كده، معرفش هل هيعمل كده ولا لا، ما عنديش فكره، لكن احمد عبد القادر بيفكر ان هو يثبت هذا الاحتفال علشان يقول للناس يعني يا جماعه انا ما عنديش اي مشكله مع اي حد، انا مشكلتي الوحيده في حاجه واحده فقط، وهي ان هناك بعض من ينتقد احمد عبد القادر على الفاضي وعلى المليان، وهم خلي بال حضراتكم مش جمهور النادي الاهلي، هم جمهور بعيدا او ما بيشجعش النادي الاهلي، هم اللي بيحاولوا يتكلموا بهذا الشكل. ف
انا بقول لهم ان انا اضغطوا براحتكم، انا ما بيفرقش معايا الضغوط ولا بيفرق معايا اي حاجه، انا اللي بيفرق معايا مستوايا في الملعب وجمهور النادي الاهلي. ادي الرساله اللي كان عايز يوصلها كابتن احمد عبد القادر لجمهور مصر من خلال طريقه الاحتفال اللي هي موجوده بالفعل في اوروبا وفي كل الدول. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر خلال الفتره الجايه، ولكن انا الحقيقه اللي كان يهمني في الامر انه الاثنين يكونوا عارفين ان ولا دكتور عمرو ينتقد الحقيقه طريقه احتفال احمد عبد القادر، ولا احمد عبد القادر يكون او نيته يكون فيها ان هو بيعمل حاجه علشان حاجه بعيده تماما 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 عن الفكر اللي موجود في دماغه فقط لا غير. فتم التواصل ما بين دكتور عمرو واحمد عبد القادر، وان شاء الله الموضوع ينتهي خلال الايام اللي جايه بدون اي شيء. وهو بيني وبين حضراتكم يعني هو موضوع بسيط، واحد بيحتفل او عنده طريقه احتفال. احمد من الاشخاص الاذكياء جدا، احمد ذكي واحمد بيعرف يفكر ازاي. فاحمد شاف انه لو عمل الرقصه دي او لو عمل الطريقه دي بعد الهدف اللي جابه هيقول للناس انا ما عنديش ضغوط وما عنديش اي حاجه. وجهه نظره كده وعملها وما فيهاش اي مشكله، انا شايف ان ما فيهاش اي مشكله حتى هذه اللحظه، ما فيش اي مشكله والامور انتهت وعدت على خير. مش عايزين نعمل من الحبه قبه، مش عايزين من حاجه قد كده نكبرها قوي 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 ونخليها قد كده. بصوا على الناس بتعمل ايه. فموضوع طريقه الاحتفال ده الحقيقه مش عايزين كل شويه نقعد نكبر فيه، يعني لانه موضوع وانتهى خلاص، مش عايزين حتى نتكلم فيه مرة تانية.